راحت في الارض. ارحموا اولادكم، ارحموا اولادكم. يا صباح الخير. بصوا يا جماعه، طلب الثانويه العامه دي المدام دي المعلومات. بصوا ده مخ طلب الثانويه العامه. ثم ده احنا بنديله معلومات كده كده اتملى، تمام؟ لما بيتملى لازم يقوم، يروح يعمل اي حاجه، يتهوى، يعمل رياضه، يتفرج على فيلم، اي حاجه. خلاص احنا حطينا له معلومات لحد ما خلاص جاب اخره، جاب اخره دي يعني خلاص لازم يقوم يتهوى، يلعب رياضه، يلعب، يشوف فيلم، يخرج شويه مع اصحابه علشان ده يرجع يفضل ونرجع نلملاه تاني. احنا بقى بنعمله ايه والمدرسين واحيانا اولياء الامور عايزين يعملوا كده. ذاكر كل ده على الارض على فكره، كل ده على الارض على الارض على الارض. واحيانا بقى اهالي ذاكر علشان تنجح، علشان تطلع الاول وتتفوق، ونصايح نصايح نصايح لحد ما بيدمروا. انتوا بتدمروا مخهم. دي النصايح، عارفين من كتر النصايح مخه بقى فاضي، مخه بقى فاضي. تطلع الاول، انت املنا وانت امل العيله وانت امل اخوانك، ولازم تنجح وتطلع الاول. ما تبطلش مذاكره، ما تنامش، اوعى تنام، اياك تنام، اياك تنام، وذاكر ليل ونهار ونهار وليل لحد ما تطلع الاول. لازم تطلع الاول. هو خلاص يا جماعه، هو خلاص مخه كده، معلومات خلاص راحت في الارض. ارحموا اولادكم، ارحموا اولادكم. احنا عمالين ضاغطين فوق دماغهم كده، مش ده الحل. اول ما يوصل انه كفايه كده خلاص يرجع تاني، يستوعب تاني. صدقين طالب الثانويه العامه الله يكون في عونه، اجتهد يا ابني وانزل شوف نفسك وبرش، لان اللي مضغوط 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 مش هيجيب نتيجه. والاهل بوظوا له مخه خلاص، ولا هيطول يطلع الاول، ولا هيطول يطلع الاخير، ولا هيطول يطلع حاجه خالص، وهيزق عيد السنه. ده لازم حضنا وصبرا شويه على اولادنا علشان خاطر الموضوع مش موضوع ضغط، الموضوع موضوع تنظيم وقت.